ليه بقى؟ عشان الضرب عندنا عمال على بطال شغال ما شاء الله على ودنه. بجد حرام، انا لسه وانا يعني اول امبارح كنت بسمع 90 مليون، اقول ياه 90 مليون، لكن دلوقتي يا جماعة وصلنا 104.2 مليون. يا نهار ابيض، يا نهار احوز، معرفش يعني ايه احوز، بس يا نهار احوز. بلغي مؤيمن عشان تخلي بالها. لا مؤيمن، دي مؤيمن جايبه فوق دسده. ايوه. في بقى ناشط حقوقي قدم حاجه حلوه قوي وبجد احنا محتاجينها، احنا محتاجين اللي يقول لنا ستوب، محتاجين اللي يقول لنا خفوا شويه. عمل مشروع وقدمه لمجلس الشعب، مشروع قانون، مشروع قانون وقدمه لمجلس الشعب. المشروع ده بقى بيقول فيه ايه؟ العيل الاول اهلا بيه، التاني بعد 5 سنين اهله ياخدوا الرخصة عشان يجيبوا عيل بعد 5 سنين. هم اخدوا رخصة الاولاني، التاني بعد 5 سنين، التالت محروم من اي حاجة الدولة يعني بتدعمنا بيها. ما هو